السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أيها الأخوة والأخوات أينما كنتم عبر قناتكم السعودية الأولى، وفي هذا البرنامج الأسبوعي برنامج أضواء الذي نحاول أن نسلط من خلاله بعضا من الضوء على ما يدور من قرارات وفي مجلس الوزراء في جلساته الأسبوعية. بطبيعة الحال هناك الكثير من الأمور التي يتم تداولها والتي يتم الإعلان عنها أيضا في البيان الرسمي للمجلس عقب كل جلسة. نحاول أن نأخذ بعضا من هذه الأمور ونركز الضوء عليه. نحييكم في هذه الحلقة ولدينا بعض النقاط، وقبل أن نبدأ في ما لدينا نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد بن عواض الثبيتي، وكيل عمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام، حياكم الله. الله يحييك أستاذ عبد الله وحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله. طبعا نتمنى لو كانت الحلقة مخصصة للموهبة والإبداع ونتحدث عنها كثيرا، ولكننا نتحدث عن ما دار في المجلس هذا اليوم. ونبدأ الحالة المستشرية التي مع الأسف الآن في مجلس الوزراء تحديدا نجد تقريبا كل أسبوع، الأسبوع الماضي كان هناك استنكار شديد لما حدث في تركيا. الآن ثلاث دول، الكاميرون والصومال وأفغانستان، وكأن في الوقت الذي تشتد فيه وطأة المحاربة لهذا الفكر ولهذا النهج، نجد أيضا هناك توسع في الرقعة الجغرافية وفي العمليات النوعية أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأوطان المسلمين في كل مكان، ويحفظ العالم من كيد الأعداء وما يحدث أستاذ عبد الله في عملية انتقال الفكر بين دول العالم المختلفة. هو سبب ذلك أنه الفكر سهل تنقله بشكل سريع، ومما ساعد عليه يمكن عمليات التواصل أو شبكات التواصل الاجتماعية التي يتداول من خلالها سواء ملفات صوتية أو ملفات مرئية تحمل في ذاتها رسائل سلبية تكرس العنف والعدوان والإرهاب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد أو لديهم العدوانية بشكل كبير. لذلك لا غرابة أن ترى أن يحدث مثل ذلك التفجير في دول مختلفة، لانه ونفس البصمات تقريبا ونفس لذلك نحن نقول في 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 التربيه وفي الاداره ان الفكر لا يموت، الفكر ينتقل. ولذلك افضل طريقه لمعالجه القضايا الفكريه هو معالجتها بطريقه فكريه حتى يصبح هناك تحول لدى افكار اولئك الاشخاص. ما حدث في الدول اللي ذكرت هو آلم الجميع جدا وآلمنا. ما حدث أيضا في المملكة العربية السعودية أن يقوم أقارب بقتل قريب لهم بأي دعوة كانت، بأي مبرر كانت، يستبيحون سفك تلك الدماء. أنه إجرام بحد ذاته، إرهاب بحد ذاته، أخرجهم عن وعيهم، جعل ممارساتهم وسلوكياتهم خارجة عن الإرادة. وبالتالي نعود للنقطة الأولى، أنه الفكر الإرهابي اللي يحمل في بطيات العدوان هو ينتقل من خلال الأفكار ومن خلال تناقل بعض الملفات الصوتية والمرئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الآخرين الذين يتابعون ذلك المقطع أو الفيديو أو الصوت. نعم. وفي هذا المجال أيضا نذكر ويعني بكثير من الإجلال والتقدير أولئك الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل أمن واستقرار المملكة وأهلها. وهذه النقطة تحديدا وردت في جلسة مجلس الوزراء اليوم بتنويه المجلس بتدشين سمو ولي العهد للوحة الإلكترونية الخاصة بشهداء الواجب التي تحمل عنوان وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم، وتأكيد سموه أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين استشهدوا دفاعا عنه وعن مكتسباته، وأن الجميع يعتزون بشهداء الواجب الذين سيظلون محل اعتزاز الوطن قيادة وشعبا، وأن أسرهم وذويهم يحظون بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر لتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم. مجموعة كبيرة من هؤلاء الشهداء، شهداء الواجب، ضحوا بأنفسهم داخل بلادهم
إذا استثنينا ما يتم على الحد الجنوبي ومعارك الشرف والكرامة التي يخوضها أبناؤنا وأشقاؤنا في التحالف هناك، ولكن الداخل أيضا كان هناك عدد من هؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية يعني هذا الفكر السيء. وتلاحظ الآن أيضا هذا الافتتاح الذي تفضل به سمو الأمير، تدشين اللوحة الإلكترونية الخاصة بالشهداء الواجب، وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم. تفضل. دعني أتحدث من ثلاثة زوايا عن هذا الموضوع. الزاوية الأولى أن ما ننعم به من أمن واستقرار في هذا البلد هو بفضل الله أولا، ثم بجهود قادة هذا البلد الحكيم وبرجال ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخا آمنا مستقرا. فما تقوم به وزارة الداخلية من تكريم، طبعا وزارة الداخلية دائما سباقة في وغيرها من الوزارات، لكن وزارة الداخلية في هذا الموضوع دائما سباقة في تكريم الشهداء وأبناء الشهداء. وما يعني صار اليوم في يعني طبعا كان فيه افتتاح لخدمات الإلكترونية وتطوير الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية وأشاد بها اليوم مجلس الوزراء، هو امتداد. نعم، هذا موضوع مختلف. هذا الشهداء الآن موضوع الشهداء الواجب يشمل جميع الشهداء من جميع، وبالتالي حتى يخلد أسماءهم وتصبح الكل لديه اطلاع على هذا الجانب. هذا امتداد لما تقوم به جهود الوزارة، دشنت أسماء شهداء الواجب على بموقع خاص إلكترونيا وأشاد به مجلس الوزراء اليوم. النقطة الثالثة يعني في هذا الجانب، الاستقرار اللي نعيش فيه الآن احنا نتيجة الحماية التي سواء في الحد الجنوبي او ما مقاومة الإرهاب وملاحقة المجرمين في كل مكان، جهود تشكر عليها وزارة الداخلية، جهود يشكر عليها جنودنا وأبطالنا البواسل اللي ضحوا بأرواحهم ومهما قدمنا. خلينا توقف هنا، شوف لو تلاحظ الصورة المصاحبة كانت تتحدث أو كانت تشير إلى تقريبا شعار ثلاث جهات في المملكة، الشهيد من أي جهة سواء كان من وزارة الدفاع، من الحرس الوطني، من الداخلية، من أي جهة، يظهر اسمه ومعلومات عنه والمكان الذي استشهد فيه. هذه اللوحة تختلف طبعا عن موضوع الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقرها وزارة الداخلية. فالأمير محمد يعني دش أو وضع هذه اللوحة ودشنها بوصفه وليا للعهد. نعم وطبعا هي تضم جميع الشهداء، جميع شهداء الوطن بصرف النظر عن الجهات التي ينتمون اليها. لكن انا كان امتدادي يعني أنا ذكرت النقطه الاولى انه شهداء وزاره الداخليه، صحيح. لكنه ما تقوم به الوزارات الاخرى، الحرس الوطني، وزاره الدفاع بكل قطاعاتها، هم شهداء للواجب وجميعهم موجودين في هذه اللوحه. طبعا نعم. يعني وحفظ الله بلادنا واوطاننا وحفظ الله جنودنا وقادتنا من كل مكروه. بالعكس هذا يدل على اهتمام ورعايه ولاة الامر بمن دافع وضحى بروحه ونفسه وجسده عن مقدرات ومكتسبات هذا الوطن. أيضا الإشارة إلى أن أسر هؤلاء الشهداء هي محل اهتمام القيادة، وقدمت لها القيادة الكثير، يعني سواء من وزارة التعليم أو وزارة الصحة أو تكريم لها شخصيا أو ما فعلوا الآن بلوحة تحمل أسماء أولئك الشهداء وذويهم. لذلك نجد القيادة في بلدنا الكريم حريصة وكل الحرص أنها يعني تقدم لمن ضحى من أجل هذا الوطن كل تقدير واحترام وتكريم لهم. هم ما في شك أن جميع الأسر يعني هي محل تقدير ورعاية الدولة وكل من يعيش على هذه البلاد، ولكن أسر الشهداء لهم تقديرهم الخاص لأن منهم من قدم روحه فداء لهذا الوطن. نعم. ننتقل للنقطة الأخرى التي أشرتم إليها على عجل دكتور، وهي أنه في الوقت الذي يعني نشاهد فيه يعني تسارع مذهل في يعني التعاملات الإلكترونية على مستوى العالم، يعني أتمتت جميع التعاملات تقريبا. نحن نعرف أنه على المستوى المحلي هناك برنامج التعاملات الإلكترونية يسر، نعرف أيضا أنها صدرت تعليمات من فترة طويلة يعني من المقام السامي بإنشاء يعني إدارات متخصصة في جميع الجهات الحكومية تكون معنية بهذا الجانب. بداية قبل أن ندخل في موضوع يعني توسع وزارة الداخلية ونجاحها بشكل كبير جدا في موضوع التعاملات الإلكترونية، نتحدث عن الأهمية الاقتصادية
الإدارية والاقتصادية وأيضا من حيث الوقت والسرعة التي توفرها التعاملات الإلكترونية على مستوى المجتمعات والمجتمع السعودي النموذج لذلك. أنت ذكرت أنه مشروع يسر، طبعا هو أيام الملك عبدالله تبنى موضوع التعاملات الإلكترونية والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، وهو توجه عالمي أن تتحول كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بطبيعة الحال إلى التعاملات الإلكترونية، ورصد لذلك المشروع ميزانيات كبيرة وقدم لها الدعم والتيسير من حيث التدريب والتطوير إلى آخره. ومع ذلك في وزارات يعني تماشت مع هذا المشروع وفي وزارات لا، يعني كان التقدم بسيط. أنا كتبت مقال عن وزارة الداخلية، كتبت الحكومة الإلكترونية وزارة الداخلية نموذجا. يعني الآن لو تنظر وزارة الداخلية هي من الوزارات التي ذات سرية تامة، ومع ذلك هي من أفضل الوزارات التي قدمت خدمات إلكترونية لكل المستفيدين. نعم، أحد الأسئلة في هذا المجال توقع عن وزارة الداخلية بحكم طبيعة عملها الأمني هي آخر من يمكن أن يطبق التعاملات الإلكترونية، نشاهد الآن العكس تماما، ولذلك تفوقت على كثير من الوزارات الخدمية الأخرى. سيدي ولي العهد مهتم بالتحول نحو يعني الحكومة الإلكترونية، وما نراه الآن من خدمات تقدمها وزارة الداخلية. أنا بالأمس دخلت على موقع الوزارة بحسابي الخاص وكل المعاملات أعملها وأنا موجود في البيت أو موجود في 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 العمل أو موجود في أي مكان، أصبحت هناك تطبيقات موجودة على الأجهزة الذكية. أنا أردت من المقال اللي كتبته أقول للوزارات الأخرى، طبعا في وزارات أخرى حققت تقدم في مجال الحكومة الإلكترونية، لكن نناشد الوزارات الأخرى أن تأخذ يعني أو تنحى منحة وزارة الداخلية في التحول نحو التعاملات الإلكترونية فيما يخص التكلفة الاقتصادية أو الجهد أو تسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة إنجازها. الآن لو كان العمل بيروقراطي أو تقليدي بطريقة، كم من الوقت سيهدر، كم من الجهد سيهدر، كم من الكلفة التي ستدفع من كل المستفيدين. ولو لا تنسى في نقطة أخرى، كم عدد المستفيدين من تلك الوزارات وبالذات وزارة الداخلية؟ أنا أتوقع ملايين يستفيدون من تلك الخدمات. على سبيل المثال الآن ممكن التصريح بالسفر، تجديد التأشيرات، تجديد الجواز، هذه خاصة بقطاع جوازات، قطاع المرور نفس الشيء، قطاع كل قطاعات وزارة الداخلية أصبحت في متناول اليد وبكل يسر سهولة. طبعا كان في من يومين تدشين تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة 10 خدمات لوزارة الداخلية ومنها ما يتعلق بالجوازات والمرور، كل ذلك من أجل التيسير على كل المستفيدين من تلك الخدمات الخاصة بالوزارة. يمكن لو لاحظت على مدخل التلفزيون كان فيه بانر بيقول انه انت تستطيع ان تصدر جوازك الكترونيا الان ويوصلك في البيت دون ان تذهب الى بس تكون صورك محدثه جاهزه عندهم لان طبعا اصبح في ربط الكتروني واحد، يعني الان الهويه اللي تحملها انت تحمل صوره واحده ممكن تعميمها على كل الاستخدامات اللي انت تستخدمها. رائد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي في المديريه العامه للجوازات جاهز؟ تفضل. رائد طلال مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية والسلامة للمشاهدين ولضيفك الكريم. الله يحييك. اليوم يبدو في موضوع الجوازات الزملاء وضعوا على مدخل التلفزيون البانر الخاص بكم الإعلان الجديد بأنه الإصدار الجواز إلكترونيا الآن. يعني بداية يعني حقيقة يعني يعني كمتابعين كإعلاميين نثمن عاليا يعني هذا الجهد المتواصل وعمليات التحديث المتواصلة في خدمات وزارة الداخلية ومنها المديرية العامة للجوازات أنموذجا لذلك. ما هو جديدكم في التحديث الأخير يا طلال يا راي طلال؟ في البداية أنه تواجدنا اليوم ليس بنر فقط ولكن فريق عمل أبشر متواجد في الإذاعة والتلفزيون لمدة 5 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس لتفعيل خدمة أبشر لمنسوبي الإذاعة والتلفزيون، وهذا حسب توجيهات المدير العام للجوازات اللواء سلمان بن يحيى بزيارة جميع الجهات الحكومية وتفعيل منسوبيها. جميل. أما فيما يخص أبشر الخدمات يجب أن بداية أن نعرف عن أبشر وما يختص به من خدمات. تفضل. بوابة أبشر خدمات إلكترونية تابعة وزارة الداخلية يشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها القطاعات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، من ضمنها المديرية العامة للجوازات،
بخصوص جديد المدير العام لجلة الخدمات التي تم طرحها مؤخرا، هي أربع خدمات: خدمة للأشقاء اليمنيين حاملي هوية زائر بالتمديد لهم آليا، كذلك خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وإصدار الخروج النهائي خلال فترة التجربة للعمالة الوافدة وإجازة العسكريين، غير الخدمات السابقة الموجودة التي تصل حتى الآن إلى 28 خدمة تنفيذية. 28 عدد الأربعة المضافة الأخيرة، يعني تتكلم عن 32 نعم خدمة تقريبا. نعم، خدمات المدير العام للجوازات خدمات تنفيذية وخدمات استفسارية. الخدمات التنفيذية تجاوزت 30 خدمة، والاستفسارية موجودة في البوابة الأساسية، والتنفيذية هي الأساس التي يتم تقديمها للمستفيدين. جميل. طيب الأرقام يا رائد طلال يعني مهمة جدا في هذا المجال، يعني كم عدد والآن أعتقد أن كل من يحمل هوية وطنية لابد يكون سجل في نظام أبشر. ليس شرط، من أراد أن يتم خدمته حاليا في المدير العام للجوازات خدمات، بداية طرح الخدمة يتم وضع فترة محددة ليتم خدمتهم بالطريقة التقليدية بالمراجعة التقليدية، وبعد ذلك يتم إعطاهم تاريخ محدد يلزم به المراجع الدخول عبر نظام أبشر. ويتم خدمته مستقبلا إذا لم يتم خدمته من قبل أبشر، إذا أحضر ما يثبت أنه لم يتم خدمته. أما بخصوص الإحصائيات، الأسبوع الماضي تم الإعلان أن في ملتقى في خدمات إلكترونية بحضور صاحب سمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله مشاري آل سعود وكيل وزارة الداخلية لشؤون التقنية، عن عدد المشتركين في خدمات أبشر تجاوز 6 مليون للبوابة. 6 مليون مشترك حاليا. بخصوص تفعيل خدمة أبشر الجوازات بفضل الله تعالى، تفعيلها الأسبوعي يتجاوز 9000 تفعيل. أما 9000 يعني 9000 جديد، يعني مشترك جديد؟ نعم في الجوازات فقط الأمنية. الجوازات فقط 9000، تجاوز 9000 أسبوعياً في الأسبوع. نعم، رقم مهول. نعم، غير أنه نوجد في الجوازات يقوم بتفعيل المرور والبنوك والأحوال. جميل. أيضا في هذا المجال دكتور خالد، هل فيه تساؤل تود أن توجه للرائد طلال هو معنا الآن؟ لكن هل في خدمات أخرى، يعني الجوازات مستقبلا ستضيفها ضمن الخدمات الإلكترونية التي أضافتها؟ أخي الكريم، صحيح، أتاحت المديرة العامة للجوازات عبر تطبيقها في الأجهزة الذكية إتاحة للجمهور والمستفيدين من التصويت على الخدمات التي يرغبون أو التلامس حاجتهم، وتمنى منكم الدخول على التطبيق واختيار الخدمة ترون مناسبتها. الخدمات اللي تم تدشينها مؤخرا في 1/1/2037 تم تدشين في معرض جيتك، تم تدشين خدمة الخروج العودة متعدد للأفراد، وكذلك بالأمس القريب تم تدشين الخدمات الثلاثة بناء على رغبة المستفيدين واختيارهم والتصويت بذلك. وجميع بإذن الله تعالى توجيهات سعادة مدير عام الجوازات الواسمة بزيحية بتحويل كافة الخدمات الورقية الخاصة بالجوازات إلى إلكترونية إنفاذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. نعم، في موضوع الجوازات يعني كان في حديث عن مدة الجواز، هل ما زالت كما هي أم طرأ عليها تغيير؟ الجواز حاليا كما هو سابقا، المدة 5 سنوات بنفس الرسم بانتظار ما يستجد بإذن الله تعالى من قرارات، ومجرد ما يصلنا سوف يتم الإعلان عنها إعلاميا و تسليط الضوء على كل ما يختص بذلك الموضوع. طيب انتشرت في البداية إلى أنه فريق الجوازات يقوم بجولة على الجهات الحكومية لتقديم أو هل هو لتدريب هؤلاء المنسوبين على الخدمة أم لإيصالها إليهم أم ماذا، يعني ما الذي تعملونه في هذه الجهات؟ الجهاز المتواجد حاليا في هيئة الإذاعة والتلفزيون جهاز ذاتي حديث مقدم من قبل وزارة مركز الموارد الوطني، يقوم بالتفعيل والتسجيل وكذلك تغيير كلمة السر وتغيير رقم الهاتف الجوال بدون أي تدخل من أفراد الجوازات. جميل. جهاز ذاتي يتم التحقق مباشرة من الشخص بناء على البصمة. وكذلك الفريق العمل يقوم بشرح جميل من يرغب بالاستفسار على الخدمات، وكذلك لدينا التفعيل الذاتي الشخصي جهاز عن طريق الأيباد، لأن التفعيل أكثر من طريقة، عن طريق الجهاز الذاتي أو عن طريق المراجعة التقليدية
نعم. إدارة الجوازات أو عن طريق البنوك المعتمدة يعني. تسجيل في أكثر من خيار لكي يتم إتاحة أكثر فرصة للمستفيدين بالاستفادة من البوابة أبشر. والأجهزة التي توزعها الجوازات هي بشبيهة بتلك الموجودة في فروعكم في الأسواق وغيرها؟ صحيح، في غير المتواجد في الأسواق وإدارات المناطق المختلفة، فريق عمل أبشر يتواجد في الجهات الحكومية لتفعيل خدمات أبشر. كذلك الخدمة الأخيرة المطروحة تصريح العسكريين، بإذن الله سوف يكون هناك جولة الجهات العسكرية وتفعيل خدمات أبشر وشرح كيف يتم الاستفادة من الخدمة بإذن الله. يعني يعطيكم العافية. تضيف شيء؟ لكن أحب أكد على نقطة مهمة، التحول الإلكتروني ليس تحول في الأجهزة فقط، لا، التحول هو في إنهاء الإجراءات إلى ما يريده المستفيد منها. بعض الشركات تحولت إلكترونيا على الويب سايت، لكنه إنهاء الإجراء ما كان فيه هناك إنهاء إجراء. النقطة الثانية اللي أشاد فيها أنه قال إحنا نضيف خدمات بناء على استفتاءات، وهذا شيء رائع جدا، يقللون من التدخل الإنساني في العمليات الإلكترونية، بحيث أنه ويضمن الوقت والجهد بشكل كبير. تفضل. على كلام الدكتور، المدير العام للجوازات حصلت على 3 جوائز في ملتقى أبشر الخدمات الإلكترونية. صحيح. مواقع التواصل، أفضل موقع تواصل اجتماعي، كذلك فيلم وثائقي، وكذلك الخدمة الشاملة التي تم تقديمها هي هوية مقيم وهوية زائر. هوية مقيم بديل للإقامة السابقة. صحيح. التي كانت تجدد كل سنة، تم تقديم خدمة إلكترونية كاملة دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات. مجرد أنه يتم طباعة الهوية مقيم للمرة الأولى، يتم استخدامها لمدة 5 سنوات مع ضرورة تجديدها إلكترونيا وآليا وسنويا. جميل. هوية زائر تم تصحيح للأخوة والأشقاء اليمنيين بناء الأمر الملكي الكريم، حوالي 500,000 شخص تم التمديد لهم بعد انتهاء تأشيرتهم آليا دون مراجعة إدارة الجوازات. 420,000 تم التمديد لهم دون مراجعة إدارة الجوازات. بعد ذلك الذين لم يتم التمديد لهم لأي سبب، تم إتاحة خدمة لهم عن طريق بوابة أبشر المستضيف الدخول، وتم الحصول على الجائزة بناء على الخدمة الشاملة. الجوازات تقدم خدمة متكاملة، كذلك في إصدار الجواز وتجديده، في إصدار الجواز يتم إيصاله عن طريق خدمة البريد واصل، تقديم خدمة متكاملة، كذلك إصدار الإقامة. الجوازات لا تلزم الشخص بمراجعتها، أبشر يقوم بالواجب بالتعاون مع بريد السعودي واصل برسم معين، يتصل الخدمة إلى المستفيد في نفس اللحظة. جميل، وهذه في النهاية يعني تؤدي إلى ثقافة مختلفة يعني قريبا في المستقبل. وأنا يعني أقول شكرا 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 وزارة الداخلية على تلك الخدمات التي سهلت ويسرت للناس الاستخدام والتعامل معها. الرائد طلال الشرهوب، المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله. شاكر لكم، والله ينصر جنود البواسط في الحد الجنوب. واي جديد عندكم نقول لكم ابشروا، احنا معكم وبالخدمه. وشاكر لكم بمركم الجميل لطرح وتسليط الضوء على خدمات الكترونيه في المديريه العامه للجوازات. شكرا لك. شكرا. إذن هذه أيضا من الحقيقة من الإنجازات يعني التي تذكر. صحيح. فتشكر يعني. أيضا وزارة التجارة يعني الحق يعني لديها الآن ما في الكثير من المحاولات الجيدة، كذلك وزارة العمل. نعم. نعم. يعني الآن بدأت الوزارات الأخرى تحرز تقدم في التعاملات الإلكترونية. أنت كانت في بالي وزارة التجارة وزارة العمل لكن سبقتني عليها، لكنه يعني النقطة المهمة أنه وزارة الداخلية التي طابعها العمل السري أصبحت هي الرائدة في تقديم الخدمات. عملهم السري في جانب فيما يتعلق بنواحي معينة، هم يعني أبصربة زي ما يقول، لكن في النواحي اللي تهم شريحة كبيرة يعني ما في شك. لكنه أنا أقصد أنه يعني مثلا تسجيل جواز، إقامة، الشفافية والوضوح مطلوبة في التعاملات جداً. وبالتالي التحول نحو التعاملات الإلكترونية يحقق الشفافية والوضوح في يعني في التعامل وإنهاء الإجراءات. لو أتوقع أنهم يعني وفق كثير يعني في وجود طواقم عمل في مختلف الإدارات في وزارة الداخلية يعني، وحتى الآن عندهم وكالة وزارة يعني متخصصة وكوادر سعوديين متميزين جدا. نعم. إذن ننتقل من هذه النقطة إذا سمحتم دكتور والأخوة المشاهدين إلى موضوع آخر، يعني كان أيضا للجانب التقني يعني فضل بعد الله سبحانه وتعالى في كشفه، وهي قضية تهريب المخدرات إلى المملكة. هذا السيل الجارف يعني، وكأن الصورة الآن لم تعد مجرد توقعات بل هي حقيقة الآن، أن هناك استهداف حقيقي بهذه الكميات الهائلة، وأن وراه دول
والاتهام موجه بشكل اساسي، يعني نكون شفافين يعني ايران تعمل بشكل كبير جدا واعوانها لاغراق البلد بهذه الافات. شوف كل الوقائع والاحداث التي تحدث تدل انه الوطن المستقصد من اعداء، يعني هذه الكميات لا يمكن يقف وراها افراد يعني. بالفعل. نعم. ولذلك لابد ان نشيد بعده امور، اولا بجهود رجال الجمارك في التصدي لمثل تلك القضايا واحباط كميات كبيره وتجير وتحسب لهم. ايضا اليوم دشنت او تطبيق وزاره الداخليه كلنا امن، هذه مدعاه انه كل انسان في هذا الوطن الغالي سواء يعني مواطن سعودي او مقيم هو رجل امن في هذا البلد، ويستطيع من خلال التطبيق سواء واللي يعطي خاصيه الموقع وارسال المكان والزمان. ولذلك استاذ عبد الله تلاحظ انه الاحداث سواء تهريب المخدرات الارهاب، الهدف واضح، الهدف انه زعزعه الامن والاستقرار. هم يستقصدون الانسان في هذا البلد، يعلمون انه اذا استطاعوا تدمير هذا المورد البشري اللي هم الشباب نعم. وهم يمثلون تقريبا من 60 الى 70% من سكان المملكه، يعلمون انهم اذا دمروهم فهم دمروا هذا البلد. لن ينالوا من ذلك. لنشرك اذا سمحتم الدكتور عبد الله الشريف مساعد مدير عام مكافحه المخدرات للشؤون الوقائيه، حياكم الله. الله يحييك استاذ عبد الله وضيفك الكريم دكتور خالد، يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله. بطبيعة الحال يعني أنت معنا هنا حيث المجلس يعني أشاد اليوم بجهودكم، بجهود رجال الجمارك، التعاون المثمر بين مختلف الجهات لضبط هذه الكميات المهولة يا دكتور. يعني ليست قضية تهريب لاستخدام شخصي، الآن في إغراق، يعني إغراق خطير جدا. صحيح نعم. احنا نلاحظ يعني الهجمة الشرسة ضد المملكة وأبنائها خاصة خلال السنوات الماضية. يعني خليني أتحدث لك بالأرقام، لا شك هذا المحاولة الإغراق اللي هذا البلد رغم الضربات الاستباقية ورغم النجاحات والإنجازات التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية والجمركية إلا أنه هناك محاولة الإغراق. خليني في الأرقام، خلال السنتين وأربع شهور الماضية جميل. يعني استطاعت الجهات الأمنية طبعا السنتين الأولى والجمركية أيضا من ضبط أكثر من 166 مليون قرص من أقراص الكبتاجون وأكثر من 59 طن حشيش. الأربع أشهر الماضية واللي تحدث فيها اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه فقط ضبطيات الأجهزة الأمنية لحبوب الكبتاجون تجاوزت 26 مليون قرص من أقراص الكبتاجون وأيضا أكثر من 13 طن حشيش. إذن هناك استهداف من والذي يأتينا من الحدود الشمالية من اليمن من المياه الإقليمية الشرقية، كل هذا لا شك أنه مخطط ومؤامرات من قبل مافيا وعصابات المخدرات. إذن هناك عدة محاور تعمل عليها المملكة، ولا شك أن هناك دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وقيادتنا الرشيدة. هذا الاستهداف واضح، نحن نعمل على تلك المحاور من خلال العمل الأمني والمخطط له بعمل مؤسسي ومنهجي، وهناك تنسيق دائم بين الجمارك والجهات الأمنية كحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والأمن العام. أيضا الجانب العلاجي وهو ما يختص به وزارة الصحة والجهات المساندة لها، يتبقى لدينا وهذا ما نعمل عليه الآن هو الجانب الوقائي والذي يشارك به كل الجهات الحكومية من وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الثقافة والإعلام، الجهات الأخرى. نحن من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات نحن الآن أطلقنا مشروع وطني كبير الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهو المشروع الوطني للوقاية من المخدرات الإبراز. الآن هذا المشروع جاء ليوحد الجهود بين جميع الأجهزة الحكومية أن ننطلق بمنطلق مبني على أسس علمية من خلال تجارب دولية وخبرات تراكمية جميل. لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بمخاطر المخدرات. الجانب الثاني نحن نعمل على تحقيق الصد على تلك الهجمات وخفض الطلب على المخدرات وأيضا خفض نسبة الجريمة ونسبة الحوادث المرورية الناتجة عن تعاطي المخدرات. نعم، أعتقد اليوم تحديدا كان هناك تقريبا معظم الصحف
كانت يعني كان فيه كثافة في الإعلان الورقي اليوم على معظم الصحف المحلية عن مشروع نبراس. نعم اليوم مشروع نبراس نحن في هذا الصباح اليوم أطلق سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله محافظ محافظة المجمعة تفعيل برامج المشروع نبراس على مستوى المحافظة. واليوم هذا الآن ولله الحمد الآن نحن فيه التزام. غدا سيطلق سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مشروع نبراس لي يبدأ وينطلق هذا المشروع على مستوى المنطقة بإذن الله تعالى. نحن من خلال هذا المشروع الآن يقوده كل أمراء المناطق. أول ما انطلق في منطقة مكة المكرمة، ثم في منطقة القصيم، ثم في المنطقة الشرقية، ثم في منطقة الجوف والحدود الشمالية وتبوك. أنت تتحدث إلينا الآن من جيزان أليس كذلك؟ نعم الآن في جيزان. متى وصلتوا؟ الآن ونحن في اللقاء نزلت من الطائرة. ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية، أمامكم يعني يوم طويل بكرة صباح بإذن الله تعالى. وهذا قليل في حق الوطن أن نعمل، لكن كلمة يعني نحيا ونتمنى الجميع أن يشارك في هذه القضية لحماية أبنائنا وشبابنا وأسرنا. طيب لحظة دكتور، قد يكون للدكتور خالد الحارثي يعني التعليق. لا أستاذ عبد الإله، أنا يعني هو ركز بيتي، عفوا الدكتور بيتي ركز على نقطة جدا، لأنه أرسل الدكتور فهد الحارثي نقطة مهمة جدا، وهي أنه الدور الوقائي لأفراد المجتمع من المخدرات. وما طبعا أستاذ عبد الإله ضمن مشروع نبراس اللي هو يعم مناطق المملكة، وكل مرة يفتتحون مشروع أنا أشيد به، وهذا الدور هو يمكن طيب أنتم في مؤسسات التعليم مش يعني ما في شك الجامعات يعني. مؤسسات التعليم، مؤسسات المجتمع المختلفة، هو يجب أن 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 يعني أن نحصن الشباب ضد هذا الخطر الذي يريد الفتك به. نحن نريد برامج تطبيقية على أرض الواقع، وهذا ما وليس ما فقط الجانب التنظير، ولا لا يا أستاذ عبد الله؟ نعم لا لا لا، هذا الناحية صحيحة. والآن هو ليس فقط هذا المشروع كبير وضخم من خلال 8 برامج، لكن خليني أركز على مرحلتين الآن. نحن فضل. الآن نعمل على التعريف بهذا المشروع، وأيضا على بناء قدرات وطنية من خلال عمل دورات تدريبية لمدرب المدربين المرشدين التربويين والمرشدات التربويات. والآن قدمنا عملنا دورات لـ200 مرشد ومرشدة. هذا واحد. النقطة الثانية الآن نحن نعمل مع بيئات التعليم، مع وزارة التعليم بالذات، ونركز على الفئات الطلابية من سن 7 إلى 9 سنوات، وهذا ما نعمل عليه الآن بتعزيز القيم وترسيخ المواطنة وتقوية الوازع الديني. النقطة الثانية، لدينا برامج عديدة للمراحل المتوسطة والثانوية، وأيضا للمراحل الجامعية. جميل. انتهينا الآن أيضا من مفردات وتشريب المناهج الدراسية، وسيكون هناك اجتماع بإذن الله قريبا برئاسة سمو سيدي ولي العهد. النقطة الأخرى، انتهينا الآن من إعداد مقرر جامعي إجباري في كل الجامعات بإذن الله سيتم تدريسه في المرحلة الجامعية. جميل. لا شك أن وزارة التعليم شريك أساسي معنا في هذا المشروع. نعم، هو في الواقع يعني انه يعني مر علينا حين من الدهر يعني، وبرامجنا التوعوية وحملاتنا التوعوية مع الأسف لا تحقق ولا يعني 3 و4 و5% بالكثير من أهدافها، ربما بسبب يعني بنية الحملة نفسها أو طريقة تنفيذها أو توقيتها أو لاعتبارات كثيرة يعني. أنا ودي أضيف حاجة. ولنا في هذا المجال يعني التجارب، يعني مثلا أسبوع المرور، أسبوع المخدرات، نتمنى أن تكون هذه التجارب حاضرة في أذهانكم وأنتم تقومون على مشروع نبراس. الآن هذا المشروع عموما كل السنوات الماضية لا شك كل جهة حكومية كانت تعمل لوحدها، هناك برامج لا نقلل من هذه الجهود، ولكن الآن جاء هذا المشروع، أخذت كل التجارب ووضعت في قالب هذا المشروع. هذا المشروع بني أولا على أهم الدراسات العربية والأجنبية. النقطة الثانية، استفدنا من تجربة 12 دولة في البرامج الوقائية. احنا خلينا نتحدث عن الواقع الان، ماذا فعلنا في مشروع نبراس؟ اولا انشئ مركز استشارات الادمان 1955، نحن الان
ازداد عندنا نسبة الوعي. هناك اتصالات يوميا من 120 إلى 160 اتصال من الأسر من يرغب بالاستشارة أو التوجيه أو النقل القسري لحالات الإدمان. هذا أول جميل. برنامج من برامج مشروع نبراس. النقطة الثانية برنامج الآخر وهو ما يتعلق بالإعلام والإعلام الجديد. الآن ولله الحمد المديرية واللجنة الوطنية لديها وسائل تواصل عديدة من تويتر وسناب شات واليوتيوب موجودة الآن في تلك الوسائل. أيضا استخدم عملية القنوات التلفزيونية والصحافة الورقية. البرنامج الثالث الآن والذي تم توقيعه قبل أسابيع وبتمويل من شركة سابك بتسعة مليون ريال، هذا هو مشروع نجوم نبراس الرياضي، أي باستخدام نجوم الرياضة بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وزارة الثقافة والإعلام. وهذا البرنامج موجه من سن 10 إلى 15 سنة، سيكون إن شاء الله جاهز خلال الفترة القادمة. الأبحاث ولله الحمد الآن اللجنة الوطنية انتهت من 12 بحث، أيضا من أهمها كان عن ظاهرة المخدرات في المملكة العربية السعودية والحلول، لأنه مثل ما تعرفون اللجنة الوطنية الآن هي من يرسم السياسات في مجال مكافحة المخدرات في الجانب الأمني والوقائي والعلاجي والتأهيلي. وضعت الآن الخطط العديدة، خطط وطنية بإذن الله ستسمعون عنها قريبا، كل هذا من أجل الحد من انتشار المخدرات. إضافة للبرامج الأخرى إن شاء الله بإذن الله قادمة، ولكن نحن نركز موفقين إن شاء الله بما أن الموجود لدينا 7 مليون طالب وطالب موفقين إن شاء الله. دكتور الوقت داهمنا. دكتور عبد الله الشريف مساعد المدير عام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور خالد، شكرا أستاذ عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيك وبالتوفيق إن شاء الله. وإياكم طال عمرك. هو ما يميز مشروع في آخر ما تبقى لأنه دهمنا الوقت، تحدث عن مادة إجبارية في الجامعات. هو ما يميز مشروع نبراس ليس كالمشاريع الأخرى، فيه الاستمرارية، فيه الشمول، فيه التكامل. جميل. يستهدف التعليم، لأن نسبة كبيرة من سكان المملكة هم في التعليم العام، أكثر من 5.5 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، وهم المستهدفون مع الأسف، وهم المستهدفون بحكم يعني ضعف الإدراك والجهل، هذه قضايا أخرى. لذلك تلاحظ أن المشروع فيه تكامل وفيه استمرارية، ليس مجرد وعي، لا، حتى المعلم والرساد الجامعي يحمل ذلك النبراس لتوعية وتثقيف وتحصين الطلاب والشباب من أضرار المخدرات. دكتور فهد الحارثي أرسل يعني عدة أسئلة ولكن يبدو أننا ما يمدينا أن نطرحها، لم يبقى إلا أنه نشكرك ونكتفي بهذا القدر. يعني لدينا بعض النقاط التي حاولنا أن نتطرق إليها، ولكن يبدو أنه هذه يعني من أهم النقاط، هي موضوع الخدمات الإلكترونية، موضوع الجوازات، موضوع أيضا المخدرات والتهريب والإرهاب. أعتقد أنها يعني حاولنا أن نسلط بعض من الضوء عليها. كان معنا في الاستوديو الدكتور خالد بن عواض الثبيتي، عميد أو وكيل عمادة الموهبة والإبداع في جامعة الإمام. أنا أشكرك، وأنا أشكرك وأشكر التلفزيون السعودي على هذا الطرح وتناول قضايا جدا مهمة وتهم المجتمع والشأن المحلي، وأشكر أيضا الرائد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات الذي تحدث عن الخدمات الجديدة في التعاملات الإلكترونية، وأيضا الدكتور عبد الله الشريف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و مساعد المدير العام للشؤون الوقائية. تحدث إلينا لحظة وصوله إلى جيزان لتدشين مرحلة جديدة من مشروع نبراس الوطني الذي يهدف إلى التوعية و يعني محاربة ومكافحة المخدرات. نشكر لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات أينما كنتم طيبة متابعتكم، نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. تحية لكم من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.